السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في درس جديد اليوم على قناتكم ديزاتاك. في درسنا اليوم سوف نتحدث عن طريقة فتح المواقع المحظورة في بلدك عن طريق برنامج الأولا في بي ان. لن أطيل عليكم لننتقل إلى الشرح على بركة الله. برنامج الأولا في بي ان برنامج سهل الاستعمال وسنستعمله كإضافة للمتصفح جوجل كروم ليتيح لنا خاصية فتح المواقع المحظورة في بلدك. إذا ما علينا سوى الانتقال إلى موقع google.com، ثم في خانة البحث هنا نكتب أولا في بي ان. نضغط على أول موقع يظهر لنا. الموقع عبارة عن سوق الإلكتروني الخاص بجوجل كروم. قبل البدء سأقرأ لكم الأوفرفيو الخاص ببرنامج الأولا في بي ان. إذن في الأوفرفيو يقول لنا الموقع Unblock websites, block it in your country, company or school with Ola VPN. Ola VPN is free and easy to use. يقول لنا موقع Ola VPN هنا بأن البرنامج سهل الاستعمال وهو يتيح لك فتح المواقع المحظورة في بلدك. يتوفر البرنامج على نسخة جديدة كل شهر وعلى تحديث جديد كل شهر. ننتقل إلى أعلى الصفحة ثم نضغط على Add to Chrome أي إضافة إلى كروم. ننتظر قليلا حتى يكتمل التحميل، ثم تلقائيا سوف تظهر لنا هذه النافذة L'extension Ola Free VPN Proxy Unblocker IT Ajouté à Chrome. تقول لنا هنا الرسالة بأنه تم إضافة برنامج الأولا في بي ان إلى متصفحك جوجل كروم بنجاح. لننتقل الآن إلى كيفية إضافة الأولا في بي ان بالنسبة للهواتف الذكية. نذهب إلى المتصفح جوجل كروم ثم google.com. في خانة البحث هنا نكتب أولا في بي ان ثم نضيف بلاي ستور ثم نضغط على انتر. نقوم بالولوج إلى أول موقع يظهر لنا play.google.com. بعد ظهور الموقع هنا نضغط على انستول. نلاحظ رسالة هنا You don't have any devices. أنا الآن أقوم بالعمل على سطح المكتب. إذا كنت تتوفر على هاتف ذكي سوف تلاحظ رسالة أخرى تقول إذا من خلال الهاتف الذكي نضغط فقط على انستول، ثم يتم تنصيب البرنامج اوتوماتيكيا ويضاف إلى متصفحك جوجل كروم تلقائيا. إذا هذا كل ما كان في درسنا اليوم في درس جديد وفي حلقة قادمة إن شاء الله. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.